مساكم الله بالخير في ثاني حلقات خارج الادراج وفي الجزء الثاني من حلقه الاصلاح السياسي ورحب مره ثانيه بالضيوف الكرام اللي بدانا معاهم الجزء الاول من هذه الحلقه وهم النائب الفاضل مهله المضب حياك الله اهلا الله وسهلا والدكتور الفاضل والخبير الدستوري محمد الفيلي اهلا وسهلا وايضا الدكتور الفاضل واستاذ العلوم السياسيه الدكتور صالح النفيسي حياك الله والاستاذ الفاضل والناشط السياسي خالد الفضاله يا اهلا مرحبا خالد اهلا <applause> نرجع مره ثانيه ونستكمل حديثنا وقبل استئناف نقاشنا هذا ابرز اللي ناقشناه في الحلقه السابقه اول ملاحظه على هذا الدستور ويمكن ابدئتها ان من صنعه صنعه لفتره وصنعه قابل للعمل في فترات اخرى. افترض واضعي الدستور حسن نيه المتعاملين مع هذه الوثيقه. ان بعد وفاه الشيخ عبد الله السالم رحمه الله عليه صار في رده ديمقراطيه وصار في عبث او احنا نقول تعمد في تخريب العمليه السياسيه في في الكويت. الدستور حاول يجمع عالمين عالمين متناقضين. الاطر الحاليه، الاطر التقليديه، قبيله، طائفه، عزوة تضمن لهم نجاح أكثر عندي نظام انتخابي مو قاعد يعبر عن الإرادة الشعبية الحقيقية نظام انتخابي قاعد يعزز العمل الفردي جود الأشكال والملامح الأساسية للحياة الديمقراطية أو الدستورية لا يعني أن نحن نمارس الديمقراطية أو الحياة الدستورية بشكلها الحقيقي الدستور موجود حتى يحمي الديمقراطيه من طغيان الاغلبيه. خالد الفضاله كنت انت ومجموعه من الشباب تطرحون رؤاكم في شيء اسمه اوراق ديمقراطيه، كانت تنشر على يعني وسائل التواصل الاجتماعي وكنتوا تحاولون حتى في فترات اللي كان فيها ركود في المطالبات الاصلاحيه ان تستمرون في هذه المطالبات، اليوم اذا قلنا كيف حددتم انتم في اوراق ديمقراطيه وانت شخصيا متطلبات الاصلاح السياسي. ايه باعتقادي ان ان الحلول تاتي من 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 الممارسه والتجربه. وفي ظل الممارسه والتجربه الدستوريه والديمقراطيه في الكويت اصبحت الحلول بالنسبه لنا كانها تظهر من تلقاء نفسها دون عنوة واجتهاد بشكل معمق ونعتقد بكل صراحه ان ان الحلول هي حلول واقعيه نشوفها امامنا فقط تتطلب ثلاث عوامل رئيسيه نعتقد ان هي المدخل الحقيقي لتغيير حال وشكل البلد الى الافضل. لا. النقطه الاولى هي هي النهج والفلسفه اللي 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 تقوم عليها الممارسه الدستوريه والديمقراطيه. احنا مثل ما يمكن ذكرنا في الحلقه السابقه ان ان احدى المشكلات الاساسيه والتحديات هي عدم الايمان الحقيقي في الدستور كوثيقه وفي الممارسه الديمقراطيه كممارسه ونهج سياسي. في في الدول لا يمكن قلب الصفحه دون اثار بمعنى ان احنا ما يعني ما ممكن نقول اليوم خلاص اليوم هي بدايه النقطه الجديده خلينا نقلب الصفحه وننتقل الى مرحله اخرى. لان في في عمر الدول هناك مشكلات وتحديات سابقه وهناك قضايا ملحه قادمه لا يمكن تجاهلها لان لان اللي اللي يصير في في الدول هذه المشكلات والتحديات راح يكون لها فاتوره وضريبه لازم تندفع بكل الاحوال فاحنا للاسف الشديد كلما تاخرنا وتعطلنا في وضع يدنا على مكامن الخلل ومعالجتها هذه الفواتير والضريبه ستكون تكلفتها جدا عاليه. النقطه الثانيه هي مساله الاسره. اليوم احنا لا يمكن ان نتجاهل او نجامل من باب حرصنا على الاسره الحاكمه ان هناك خلافات نشوف اثارها ودخانها في معاملاتنا وتعاملنا السياسي. هذه الخلافات للاسف الشديد اصبحت تشكل حاله من الاستقطابات السياسيه نشوفها بالحكومه وتعاملاتها، تشوفها في البرلمان وتعاملاتها، لدرجه اصبح الـ الـ الوزراء والنواب نفسهم يلقون اللوم على بعض على منو تبع منو، وهذا للاسف هذا النوع من الممارسه انعكاساتها على الوضع السياسي والاجتماعي جدا خطيره. في فتره سابقه ابو لما كانت تطرح هذه الخلافات بالعلن ويناقش يعني هالنوع من المواضيع في البرامج السياسيه، كان الرد دينا بان اسره الحكم. حالها حال أي أسرة أخرى فيها خلافات وبالتالي ما يحدث طبيعي لماذا هذا الربط ولماذا يعني تكبير الموضوع وكأن هذا الخلاف استثنائي وكأن لهذا الخلاف أثر مباشر على الإصلاح السياسي هل فعلا لهذا الخلاف أثر مباشر على الإصلاح السياسي؟ طبعا شوفوا يا عبد الله لو كانت هذه الخلافات هي خلافات أسرية ما بين أخوان ولا عيال عم فهذا من حال سائر الأسر يعني وهذا أمر طبيعي ومتواجد في كل مكان الخلافات احنا نتكلم عنها هي خلافات تؤدي الى استقطابات في العمل الحكومي والعمل البرلماني نعم. والساحه السياسيه من خلال تيارات سياسيه او اجتماعيه والى من تيارات هذه بطبيعه الحال تنعكس على دور الدوله وتفاعلها وتقدمها وهذا للاسف احنا قاعد نشوفه يعني على, على 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 العصور السابقه كلها من 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 تاسيس الدستور الى الى الى, إلى الوقت الحالي هذه النوع من الاستقطابات فعلا القت بظلالها وجرت المجتمع الى نتائج يعني سيئه فاحنا لما نتكلم على مسائل مثل الطائفيه او القبليه او المنفعيه والمصلحيه هذه النوع من 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 الامور هي اعتقد واراها ان المجتمع هو ضحيه التفاعلات والانعكاسات السياسيه اللي القت بظلالها على المجتمع ودفعته بشكل سيء تجاه هذه النوع من الاستقطابات. النقطه الاخيره اخوي عبد الله من جانب المتطلبات هي مساله النظام السياسي. أعتقد أن تغيير النظام السياسي بالشكل الطبيعي كجميع الدول المتقدمة إحنا ما في داعي نقارن نفسنا أو نقارن الأنظمة السياسية مقارنة مباشرة إنما مقارنة بما هي الأدوات والممارسات السليمة لأي ممارسة ديمقراطية ممكن أن تطبق عندنا بشكل جدا بسيط من ضمنها الإيمان الحقيقي في مفهوم الدولة الحديثة في مفهوم المشاركه الشعبيه من خلال التيارات او التجمعات السياسيه ومن خلال انتخاب وفق برامج ورؤى حقيقيه بدل من اشخاص او استقطابات اجتماعيه. واضح، انا هذا الكلام بمضف يعني نتمنى ان نوصل له ولكن انا شفتك تدون شيء ما ادري اذا عندك ملاحظه ولا لا. هذا الكلام اللي هو نتمنى ان ننتخب الحكومه وفق رؤى وحتى بالجزء الاول من الحلقه احنا تكلمنا فيه، هل فعلا قابل للتطبيق على ارض الواقع ولا احنا قاعد نتكلم ونتحاور بحوار نظري ما ممكن يصير احنا مساعة انت تفضلت وقلت والله احنا نبي تعديل القوائم الانتخابيه انت قلت عفوا تعديل النظام الانتخابي والجماعات السياسيه هني افهم بان هذا الشيء قد يكون قابل للتطبيق اما تغيير ايمان شخص بديمقراطيه او بدستور هل هذا الشيء بيدنا احنا هل هذا الشيء فعلا مطلب نقدر احنا نضغط لتحقيقه ولا هذا احنا نحلم او مطلب لا يمكن تحقيقه غير واقعي. بس في البدايه بغيت يعني اعرج على موضوع ملاحظات ذكرها الدكتور صالح في مساله الاغلبيه الاقصائيه وان التخوف من وجود اغلبيه اقصائيه في مجلس الامه. طبعا هذا التخوف يعني نتيجه ممارسه من احد المجالس السابقه في بعض الامور لكن احنا في عندنا ضمانات نعم احنا دستور 62 يكفل الحريات يكفل حقوق المواطنين ايا تكون انتماءاتهم الاجتماعيه عندنا محكمه دستوريه يعني في حال ظهور او تغول اي اغلبيه اقصائيه في نوع من فرض يعني اذا كان في فرض نوع من الوصايا على المجتمع ايضا في عندنا احنا محكمة دستورية ممكن أن يعني يكون لها دور في هذا المجال فأنا بس أن حبيت أني أنا أشير حق الموضوع بالإضافة إلى مسألة تعديل الدستور أنا مو من المحبذين أو المؤيدين لتعديل الدستور في الوقت الحالي إحنا نتكلم يجب أن في عندي أنا قوانين إصلاحية يجب أن أنا أنجزها يعني قوانين الإصلاح السياسي يجب أن يتم إنجازها بعدها نتدرج او نوصل الى مساله تعديل الدستور اذا فعلا كنا بحاجه الى تعديل الدستور من ناحيه شكل البرلمان وشكل الحكومه من حيث العدد. لكن في الوقت الحالي انا اشوف انه يعني هذا امر يجب ان يكون مؤجل لغايه ما يتم تحقيق القوانين الاصلاحيه. دستور 62 ما يمنع الديمقراطيه الحقيقيه. بل بالعكس هو ارضيه صلبه للديمقراطيه الحقيقيه لكن بحاجه ان يكون هناك قوانين وتشريعات اصلاحيه يتم انجازها في, في 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 هذا المجال بعدها نتجه الى تعديل الدستور اذا وجدنا ان هناك حاجه فعليه الى تعديل الدستور مساله النقطه اللي ذكرها اخو خالد في مساله خلافات ابناء الاسره، شيء طبيعي انه يعني خلافات ابناء الاسره قاعد تاثر على الدوله. لانهم مسيطرين على مجلس الوزراء. مسيطرين على مجلس الوزراء ولهم علاقات مباشره مع مجلس الامه، فبالتالي اي صراع اي خلاف بينهم راح ينتقل الى مجلس الوزراء ومجلس الامه. ومن الطبيعي ان هذا هو النظام الاساسي التي تقوم عليه البلد. فمتى ما اختل راح تختل اوضاع البلد. وهذه احدى الامور احنا ليش نطالب الإصلاح السياسي؟ نطالب بالاصلاح السياسي بحيث أن يكون المواطن هو صاحب القرار السياسي في مجلس الوزراء نعم. لما نتكلم عن الاغلبيه السياسيه والاقليه السياسيه في مجلس الامه هذا هو النظام البرلماني مع وجود قناعه عند السلطه السياسيه بان من يتولى رئاسه الحكومه هو من يحظى بثقه الاغلبيه السياسيه واحنا نتكلم عن اغلبيه سياسيه وليس تمثيل لمكونات اجتماعيه وهذا الخطر في النظام الانتخابي الحالي. اه هذه نقطة الحين، احنا في ظل ثبات ال 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 او يعني خلينا نقول الانماط الاقتصاديه للدوله مثل ما هي السلوك السياسي الاجتماعي مثل ما هو مطالباتكم بقوانين الاصلاح السياسي حتى لو صارت في ظل ثبات العوامل الاخرى هل راح نقدر نوصل حق اللي احنا نبي اكيد لان الاصلاح السياسي هو راح يحقق لي الاستقرار ما بين السلطتين ومتى ما وصلنا الى نقطه الاستقرار ما بين السلطتين راح تشوف شلون المشاريع التنمويه راح تشتغل على قدم وساق في لا. كل المخ... في كل المجالات، يعني حتى في المواضيع الخدميه، احنا ما نتكلم بس على النهوض بالاقتصاد الكويتي ويعني العمل على انشاء المشاريع التنمويه والاقتصاديه والتجاريه في دوله الكويت، لا لا، حتى تنعكس يعني على ارض الواقع في المجال الخدمي، القضيه الاسكانيه، حل مشكله الاسكان، تطوير التعليم والصحه والخدمات، هذا كله يعني راح يتم وضع حلول جذريه له مع وجود الاستقرار السياسي ما بين السلطتين لا. ليش احنا احنا ندفع بهذا الاتجاه لان في النهايه احنا نبي مصلحه المواطن الحكومه بشكلها الحالي ما راح تعالج لي مشكله البطاله ما راح تعالج تنويع مصادر الدخل وهذه الخطوره اللي راح تعرض لها الكويت وتعتقد المستقبل. تعتقد بعد ما نسوي قوانين الاصلاح السياسي قد تاتي حكومه ممكن تستوعب معاك اللي انت تفضلت نعم. الحين نعم نعم حكومه راح تشكل بناء على تشكيله المجلس وتشكيله المجلس يعني راح تكون ناتجه عن الاغلبيه او من نظام انتخابي يعبر عن الاراده الشعبيه. هذا المفهوم اللي احنا قاعد نسعى له. اما مساله انه يعني الخلافات نعم الخلافات قاعد يعني تعرقل او يعني قاعد تؤدي الى الى الى, إلى انهيار للبلد. المحسوبيات، الواسطات، التعيينات في المناصب القياديه على حسب الولاءات وليس مو على حسب الكفاءات وهذا اللي قاعد يتفوقون فيه علينا دول الخليج، دول الخليج شو يفرقون نفس المورد النفطي، المورد الاقتصادي، ثقافه اجتماعيه واحده، منطقه جغرافيه مشتركه لكن شو اللي فرقوا فيه؟ فرقوا في تمكين الكفاءات المستحقه في المناصب القياديه واضح واضح دكتور ما ادري اذا انت عندك تعقيب على الـ على الـ يعني دار من خالد او من من انا سؤالي لك إن الدستور بحد ذاته هو نصوص يترجمها الفرد من خلال ممارسته السياسيه هل تتاثر الدساتير بالانماط الاقتصاديه والاجتماعيه في المجتمعات <applause> اقول نعم وممكن يعني اذهب الى تفاصيل ولكن قبلها بالفعل احنا نحتاج الى اعاده فهم للتعابير والمصطلحات. الديمقراطيه عندما نشات هي فكره حكم الشعب وليس فقط فكره الاغلبيه. نعم احنا ابتسرنا الديمقراطية الى صندوق تصويت وهذا خطر جدا لان الديمقراطية التي عبارة عن صندوق تصويت ممكن تزييفها بسهولة ممكن تخلق اشكالات كثيرة وذلك اليوم المعايير الدولية الديمقراطية انها مجموعة قيم مكونة من دولة قانون احترام التعددية احترام التوالي يعني اليوم لا يمكن ان اصل الى توالي على السلطة اذا اخذنا بفكرة مجرد الاغلبية. فكرة حقوق الانسان او الحقوق والحريات العامة هي عنصر مكمل للديمقراطية. لان احنا قاعد نطرح الديمقراطيه فقط تصويت صندوق اقتراع قاعد نصل الى نتيجه ان اي تجاوزات نقول يجب ان نقبلها لان الاغلبيه والحال مو صح مو فقط لانها اغلبيه يجب ان نقبل التجاوزات حتى الاغلبيه هذه هي مو قادره تطور نفسها لسبب بسيط لان هي مو عايشه فكره خلق الديمقراطيه زين الان العناصر دوله المؤسسات قضاء مجتمع مدني قيم, قيم ترى ايضا القيم الاجتماعيه لها اهميه اليوم في 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 المفهوم الديمقراطي لما انت تقول له انت خرجت عن القيم الديمقراطيه مفروض انه يكون في لوم اجتماعي له ينعكس صار ما عندنا هالشيء ليش؟ لانه قاعد نختزل الان ارجع لسؤالك علما بان النقطه السابقه انا اعتقد انها مهمه جدا ويجب يعني. حتى القضاء ان ان يدخل في وعي جديد انه هو يحمي المجتمع بمعنى يحمي القيم الديمقراطيه مو بمعنى يحمي السلوك القيم الاجتماعيه التقليديه، زين ارجع لسؤالك لا يمكن لتطبيق الدستور ان ينفصل عن الواقع. واذا اتكلم عن التجربه الكويتيه لا يمكن ان تعزل النجاح النسبي لتطبيق دستور 62 بالرغم من كل التجاوزات اللي عن صارت فيه تعزلها, تستو عن, تعزلها عن, عن واقع وجود انفاق من الميزانية العامة يعطي إحساس بالقبول والسلام الاجتماعي وذلك كل رهان الآن للمستقبل هل نستطيع أن نسير بنفس النمط وإذا كنا لا نستطيع أن نسير بنفس النمط ما الذي يجب ان أم. نفعله؟ واضح. هنا تاتي فكره الاصلاح السياسي. واضح. م. يعني يمكن وصلنا الى مربط الفرس واحنا يعني واحنا نحاول نربط الاصلاح الاقتصادي يمكن كان السؤال يمكن يعني في, في نظر وايد ناس يقول شنو علاقه الانماط الاقتصاديه والسلوك بالاصلاح الاقت... ال... السياسي؟ لكن هذا الربط الاخير اللي تفضل فيه الدكتور يعني وصلنا الى النقطه اللي كنا نبي نوصلها م. بالنقاش، راح ارجع لك دكتور ولكن بعد الفاصل. صالح النفيسي هل تستقيم عمليه الاصلاح السياسي في ظل ثبات العوامل الاخرى يعني اذا احنا قلنا بان نظامنا الاقتصادي والاجتماعي قائم كما هو مستمرين بطريقتنا اللي استمرنا عليها وفيها خلال السنوات اللي مضت واحنا نقول احنا نحتاج اصلاح اقتصادي هذا ثابت وهذا احنا نبي نغيره هل يستقيم شوف يعني هو لابد من الاصلاح الـ سياسي حتى توصل الى الاصلاح الاقتصادي لكن مثل ما قلت هذا شغلتين مترابطين يعني هي لها علاقه بثقافه المجتمع التي كانت نتيجه سي نتيجه سياسات طويله و وثقافه الناس ثقافه الناس ثقافه الكويتيين بعد النفط اختلفت عن ثقافتهم ما قبل النفط وهذا شيء مو جديد ما صار بعد الدستور بس شنو تقصد؟ يعني شو يعني اللي اختلف يعني الثقافتين؟ نعم لما يو الكويتين في بداية الخمسينات ويبون يسوون الدولة الحديثة صار في حوار بين البريطانيين والكويتين وصار في خلاف بين الكويتيين والبريطانيين بالنسبة للبريطانيين الكويت قاعد الكويت قاعد تقوم بشيء جدا خطر على مستقبلها وهو بناء شيء سموه دولة الرفاهة السوبر سوبر ويلفير ستيت وكانوا يعتقدون ان هذا في المستقبل راح يخلق عقليه عند الكويتيين سموها عقليه الشيء مقابل لا شيء. Something for nothing. Something for nothing mentality. وكانوا يعتقدون ان هذا في المستقبل سيكون له نتائج جدا يعني باهظه بالنسبه للكويت وخصوصا بان المشاريع القائمه لن تستطيع ان تستمر في في الصرف يعني وهذا تحقق وهذا صار وما صار الحين صار من زمان يعني اكو مقال جدا مهم ما اعتقد الناس وايد تعرف عنه لفخري شهاب مرحوم فخري شهاب توفى اعتقد من سنه او سنتين يعني, الله, يعني, يعني الله يرحمه الله يرحمه. وهو يعني ما اخذ حقه للاسف الشديد مع أنه كان اساس في بناء الاقتصاد الجديد، العمله، الدينار الى اخره. عن تحول كتب مقال في فورن افيرز بالانجليزي واتصور انه ما كان يعتقد ان الكويتيين راح يقرونه لانه كان جدا صريح في في وصفه للي قاعد يصير في الكويت. المقال كتب في سنه ال 64 64 يقول في فخر شهاب ان ان الكويتي اللي نعرفه الكويتي القديم انتهى انتهى الكويتي المغامر اللي يحب العمل والاقتصاد والانضباط هذا راح وصار والبديل محل كويتي يعني معتمد على الدولة وفي كسل هذا الكلام قد يزعل وايد ناس اكيد انا مو انا كلامي <applause> هذا <الكلام تصفيق> لا واللي <أقولك تصفيق> <applause> كتبه توفى والله يرحمه <applause> الله يرحمه اخر حياته بعد كان مهمل مهمل صحيح كان مهمل هذا بس يعني والإنجليز كانوا يقولون أيضا في الخمسينات تغير الشخصية الكويتية تغير الشخصية الكويتية وفعلا هذا يمكن الناس يزعلون منه لكن هذا كان في وصف لهذا الموضوع في الستينات نعم وانا يعني ودي ان الناس تطلع على هالمقال لانه فعلا مقال يعني معبر ومهم وايضا المشاكل اللي تعيشها الكويت الان من البطاله المقنعه والناس ما يسوون شيء في الوزارات والى اخره ايضا كان في دراسه في نفس السنه او بعد سنه واحده من هذا المقال دراسه للورد بانك للبنك الدولي عن الكويت وكان يقولون يعني الوزاره تمشي فيها الناس ما تشتغل يعني عندك عشرة مجموعات وما حد يشتغل وش تتوقع هم يقولون هذا شو تتوقع من موظفين عددهم 36 ألف في مجتمع تعداده 350 ألف يعني هذا ما... ايضا قد يزعل وايد ناس زين دكتور انا ما م... هذا هذا, م... هذا البنك الدولي البنك, البنك الدولي زين <applause> زي؟ <applause> ممكن ال... نربط نعم إيه؟ النقطه هنا ان نظره الناس للحقوق وما على الدوله ان تفعله في اتجاه الوطن تطور مع الزمن وتغير مع الزمن وصار التوقعات يمكن ما هي منطقية والكويتين ما كانوا ينظرونها إلى أنها منطقية في ذاك الوقت يعني في السبعينات لما كانت هناك مطالبات للناس للطبقات المستضعفة للطبقات الوسطى كان المطالبين في هذه الأشياء يربطون مطالباتهم في استدامة الكويت واستدامة اقتصادها نعم. <applause> <applause> وكانوا يطالبون ليس فقط في الصرف بل في إيجاد بدائل للكويت عن النفط يعني كانوا يطرحون موضوع الضريبة بشكل قوي ويطرحونها في المجلس الضريبة على الشركات واللي يعني طبقات الميسورة يعني هذا بالسابق الحين لما تبدل الحال شنو صار او يعني صار هاد. عندنا نواب مثلا مع يعني احترامي للجميع بس لما النواب اغلبيتهم العظمى يطالبون في موضوع يجدمون موضوع اسقاط القروض يجدمون موضوع اسقاط القروض على المشاريع الاخرى وتخلق ازمه مع الحكومه. <applause> انا مو مع ولا موضوع ضد ولا كذا بس هذا الموضوع هذا الموضوع آه والمطالبات الاخرى ايضا اللي ما في يعني في المقابل شيء ثاني او تفكير جاد في موضوع بدائل النفط وتنويع مصادر الدخل والتركيز على هذا الشيء والتركيز ايضا على يعني شلون نخلق اقتصاد مستدام هذا مو موجود في حسبة الحسبه الان واخشى وهذا ايضا موضوع خطر ان حتى اذا صار في اغلبيه برلمانيه منتخبه يمكن مشاريعهم ما تصب في موضوع استدامه الاقتصاد يمكن هذا بس آه احنا المفروض ان نتقبل نتائج ام صحيح عدل صحيح, عدل صحيح هذا م. هذا اللي بقول لك لازم نتقبل التجربه وما عندنا بديل عن التجربه واقع. البديل هو الاستمرار في الوضع الحالي ال الذي اعتقد الجميع يتفق فشل آه أو إلغاء موضوع الدستور ونروح <applause> في موضوع الدكتاتورية الصرفة، أيضاً هذا غير مقبول. علينا التجربة، هذا مجالنا الوحيد الآن بصرف النظر عن النتائج والديمقراطية ونتائجها ليست عملية سهلة. تمر بعثرات ومشاكل وإلى آخره، مو والله بنقلب الصفحة بنصير دولة فإذاً كل شيء بيتصلح، مو هكذا، لكن ما علينا او ما عندنا بديل الا, إلا التجربه ابو سند اليوم هل نجرب ونروح الى نظام سياسي متطور ولكن في ظل ثبات العوامل الاخرى هل هذا هل هالنوع من التجارب يعني مفيده لنا ولا انت تشوف وجهه نظرك انا شوف قاعد تدون عندك ملاحظات يعني فابدي من حيث ما انت تبي تبدي اي اخوي عبد الله اعتقد ان 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 من من الاستفاده نظر لتجارب الدول الاخرى و التطور البشري يعني حق البشريه يعني بشكل عام تمام الحاله الاجتماعيه اللي نمر فيها بالكويت ما هي غريبه على المستوى العالمي ودليل ذلك شفنا ما يسمى الداتش ديزيز او المرض الهولندي ان صح ان الترجمه والريسورس كيرس اللي هي يسمونها لعنه الموارد اللي هي باختصار والامرين متطابقين ان ان وهي نفس الحاله تطبق علينا بالكويت يمكن ايضا دول الخليج ان ان لما اعتمدنا على مورد واحد من الدخل اللي هو النفط تحول المجتمع الى الى مجتمع كسول، مجتمع غير منتج، مجتمع يعتمد على الدوله. هذا الامر خلق بالاضافه اللي تفضل فيه الدكتور صالح اللي هو السوبر ستيت، خلق ايضا ما يسمى بالرنتير ستيت اللي هي دوله اللي هي المشيخه. نعم. ف ف هذه ايضا من العوامل اللي احنا نراها ولكن النقطه اللي اللي اللي, حاب اركز عليها ان ان الثقافه المجتمعيه هي نتاج النظام السياسي في النهايه فلما لما دوله مثل النرويج انتهجت نهج مغاير عن النهج اللي انتهجته هولندا على سبيل المثال نشوف النتيجه اليوم من اكبر صناديق الاستثماريه والسياديه في العالم ونشوف المجتمع منتج على جميع المستويات ان كانت اقتصاديه ان كانت تعليميه يعني لو تشوف الدول الاربعه الاولى في في الديمقراطيات وايضا في التعليم وايضا انعكاساتها على 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 الاقتصاد النرويج وفنلندا وايسلندا والدنمارك لما تيجي تشوف لماذا اصبحت هذه الدول متقدمه بهذه الطريقه تشوف ان نظامها السياسي هو كان نقطه الانطلاق اللي من خلالها اتت جميع الاصلاحات الاخرى النقطه الاخرى احنّا اليوم يعني مثل ما تفضلوا الجماعة، احنّا نفضّل احنّا 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 في في يعني وصلنا مرحلة اه اللي أصبحت الإصلاحات الاقتصادية شبه مستحيلة، فلما نتكلم على مسألة مثل التوظيف، مسألة مثل الإسكان، أصبحت حسابيًا اه هناك استحالة لحلها بشكل لا يمس جميع أفراد المجتمع، وبالمقابل دون لا, لا يمكن حلها دون تنازل جميع الأطراف عن عن الشكل والمفهوم. الفلسفي اللي بنيت عليه الانظمه الاسكانيه والتعليميه والصحيه والى اخره من امور النقطه الثانيه ان ان نظام الدوله الريعيه او المشيخه اللي احنا للاسف عايشين فيه خلق نهج وعقليه لدى الدوله ولدى المجتمع ان يعتمد على الاخر ان 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 يكون غير منتج فقدوا المفاهيم الاساسيه للانفاق والادخار احنا مفهوم الادخار لدى الدوله لدى المواطن شبه معدوم عندنا بالكويت. نعم. <applause> الفلسفه ذاتها غير موجوده. عرفت يعني مساله السيفنجز هذه يعني حتى ما تشوفه حتى بالنقاشات العامه يعني آه يعني ان كان على مستوى الدوله بين حكومه ومجلس او على مستوى الافراد وال وال والاسر بالمجتمع. النقطه الاخرى ان هذه الموارد استخدمت للاسف الشديد بسبب فكره الدوله الريعيه او نظام المشيخه استخدمت كالعصا والجزره. ان انا استخدم هذه الموارد لمكافاه حق اللي يقول تم واللي يقول صح ولمعاقبة من يعترض أو من يبدي وجهة نظر أخرى فجميع هذه الإشكالات للأسف أنتجت هذا الوضع لذلك أنا يعني أشدد وأكرر أن المجتمع بـ بـ بإفرازاته بنتائجه هي بالنهاية تعود إلى النظام السياسي متى ما انصلح النظام السياسي انصلح المجتمع أعطيك بس مثال بسيط تفضل الفرد الكويتي وهو بالكويت يكون على شكل وهذه حقيقة لا يمكن نكرانها ولما يسافر بالطيارة ساعة ونص يكون شكل آخر من احترام من احترام القانون، احترام النظم، احترام الطابور، اه القوانين، الأعراف، الأنظمة إلى آخره عرفت شلون؟ فهذه المسألة شنو معناتها؟ معناتها أن متى ما صلحت الأنظمة صلح الشعب وهذه بالنسبه لي هي القاعده الاساسيه لازم ننطلق منها لذلك اذا احنا نبي نكرر ونضع اللوم على الناس وعلى انماطها وعلى مخرجاتها ونقفل المساله الرئيسيه وهي 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 وهي, وهي النظام السياسي لا يمكن ان ان تتقدم او تصلح الامور. واضح انا دكتور لما اقول ممكن يزعل الناس انا ادري بان التشخيص احيانا يزعل الناس صحيح. والتشخيص احيانا يخلينا نقول كلام الواحد ما وده يقوله بس مضطرين لان احنا نعتقد انه خلاص علينا تعليق الجرس صحيح وهو ترى الكلام هذا يعني مو مقتصر على فئه معينه احنا ننظر الى حتى الفئه التجاريه اللي قاعد يحلبون الكويت حلاب يعني في ويستفيدون منها بدون ما يعطون لا في الضريبه ولا كذا ويستفيدون بطرق مختلفه تماما يعني انا ما اركز الكلام على فئات معينه هو الجميع في في كانه ثقافه بالنسبه للجميع في موضوع حلب حلب الكويت واضح واضح بمضف احنا اليوم قاعد نحاول نطلع هالموضوعات خارج الادراج ولكن قد ترجع هذه الموضوعات مره ثانيه والاصلاح السياسي الى داخل الادراج وما سوينا شيء ويروح وقتكم ووقتنا لان في اكثر من محاوله وفي اكثر من تجربه سابقه تطرح هذه الموضوعات تشوفك خلاص انت قريب من التنفيذ وبعدين ما صار شيء ما هي فاتوره التاخر في تحقيق الاصلاح السياسي بالكويت فاتوره يعني واضحه حق الكل انهيار الدوله ما في نتيجه اخرى يعني في ظل الوضع الحالي اذا ما انجزنا الاصلاح السياسي الحقيقي نعم. الدوله راح تنهار راح تنهار على المستوى المالي على المستوى الاقتصادي على المستوى الاجتماعي وانا اشوف ان اكثر يعني خطوره هو المستوى الاجتماعي شلون يعني عندنا النظام الانتخابي قاعد يعزز الانقسام الاجتماعي وقاعد يعزز انتماء الفرد للمكون الاجتماعي على حساب الانتماء للدوله. وهذه هذا خطر. صار ولاء الفرد للمكون الاجتماعي اكبر واعلى من الانتماء للدوله. نعم ما في هيبه للقانون لان من يمثل المكون الاجتماعي داخل السلطه التشريعيه قاعد يوفر حمايه حق هذا الفرد من اي مساءله في حال تجاوز القانون. وهذا هني مكمن الخطوره صار انتماء الفرد للمكون الاجتماعي على حساب الانتماء للدوله وهذا خطر جدا يعني كان احنا قاعد نشوف نصير دوله طوائف يعني بشكل يعني غير مباشر من خلال التجربه بموظف انت الحين عندك تجربه بالبرلمان لا, لا انا بكلمك إن شنو انعكاس النظام الانتخابي على المستوى الاجتماعي واضح انا سؤالي إن انت الحين جربته ويمكن في ناس كثيره حاولت محاولات حقيقيه زين شو المانع الحين انت تقول لي أنه انهيار الدوله وهذا الكلام المفروض انه يخرعنا المفروض ان احنا نخلص من الحين نروح نرتب اوراقنا ونرتب امورنا ونسوي لوبينج سياسي ونتوكل على الله وناخذ اولى الخطوات يعني يفترض نعم شو المانع هذا كلام كلام واحد حالم غير واقعي بس عشان تصير هل, هل اللي نعم. قاعد نطالب فيه شو اللي يعني هل انت تشوف انه ممكن يصير على ارض الواقع ولا احنا في وادي والواقع في وادي اخر اي هو الواقع اللي تقول ممكن الواقع بان ان احنا لازم ناخذ اكشن الحين الواقع بان اذا احنا نعم. ما اخذنا اكشن الحين نعم. الدوله راح تنهار اي نعم واحنا كلنا قاعد نتفرج ف انت مارست هذه العمليه ويمكن خذيت معاك الملفات وحاولت تروح، هل من الممكن خلال الاشهر القليله القادمه أن يكون في تحرك واقعي حقيقي قابل للتطبيق على ارض الواقع؟ لازم مجلس الوزراء ومجلس الامه يتحركون بنفس الوقت لانجاز هذه الملفات نعم ترى احنا مقبلين على ملفات ما هي سهله ملفات كبيره اذا ما وضعنا لها الحلول الجاده ما راح نقدر نواجهها ما راح يعني نقدر نتغلب على تبعاتها راح تكون كلفه عاليه الاصلاح ممكن نعم لكن كل ما تاخرنا في عمليه الاصلاح راح تزيد الكلفه علينا كلنا نعم وراح ندش في مشاكل اخرى احنا لازم ننتبه كسلطتين لانجاز يعني هذه الاصلاحات علشان ما نواجه هذه الملفات الكارثيه في المستقبل القريب واضح انا كنت بقول نتمنى ان تصل رساله اقول الحين يجب ان تصل الرساله من 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 خلال الناشطين من خلال الاكاديميه من خلال الدستورين ومن خلال البرلمان لا انا يعني الـ يعني المؤسف انا لما انا اشوف ان السلطه التنفيذيه ما يعني ما هي متفاعله مع هذه الملفات انا ماني عارف شنو ترتيباتها شلون بتعالج هذه الملفات؟ شلون بتغلق. شلون بتضع الحلول؟ يعني الجهاز التنفيذي جهاز مترهل لما نتكلم وتطلع يطلع الكلام على ان الكويتيين غير منتجين، غير فاعلين من سوء الاداره انا يعني لما اتكلم عن خلافات ابناء الاسره الحاكمه وانعكاسها على البلد لانه قاعد ياثر حتى على المواطن الكويتي وعلى مدى كفاءته في انتاجيه انتاجيته الوظيفيه. لما يشوف انه يكون هذا الموظف الكويتي المجد والمجتهد والمنجز ولما يجي دوره في المنصب القيادي ولا المنصب الاشرافي يشوف انه في احد يجي من برا ويتعين مكانه إن أنا وشنو مؤهلاتك؟ انا بوقفك هنا شغله بمضاف انت قلت في بدايه كلامك او استخدمت هذا المثال للدلاله على انه يعني في في سوء من الجهاز التنفيذي او ابناء الاسره، انا بقول لك شغله في ناس تلومكم انتم كاعضاء مسلمة بان هذا هذا الشخص اللي خذ حق غير حقه انا ما اتكلم عن شخصك الكريم ولكن في ناس يقول المنظومه كلها قائمه على ان الواحد يمشي ربعه فيعني انت حملت جزء من المجتمع هالمسؤوليه وفي ناس تحملكم انتم كنواب احنا قاعد المسؤولية. لا لا احنا قاعد نؤدي واجبنا نعم احنا قدمنا قانون لتنظيم القياديين نعم واحنا قاعد نوصل رسائل حق الحكومه ان تنتبه الى هذه المساله وان اللي قاعد اللي قاعد يحصل في 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 التعيينات في المناصب القياديه هذا امر سيء سيء جدا وانعكاسه سلبي وما تعلموا من الحقبه السابقه قاعد يكررون الحقبه السابقه بشكل يعني سافر وهذا انعكاسه مو زين على المواطن الكويتي وعلى الموظف الكويتي المجد واضح دكتور نرجع لك بعد الفاصل دكتور احنا كنا نتكلم عن دفع فاتوره التاخر في الاصلاح السياسي انا الحين سؤالي لك هل احنا الان ندفع ثمن تاخرنا لان احنا قبل سنوات ما استفدنا من ميزه تعديل الدستور بعد خمس سنوات يعني هل احنا اليوم فعلا قاعدين نجازع على تاخرنا في استخدام هذه الميزه ولا لا زال في الوقت متسع ولا زال في أولاً, اولا 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 أه هل أخطأنا بعدم تعديل الدستور أم أننا لم نعمل ما كان يجب عمله كي نصل إلى تعديل الدستور؟ لا. من وضع الدستور إحنا أول شيء متفقين إن من وضع الدستور بوا كان واقعي جدا وقت وضعه حتى النظام البرلماني التقليدي. فنيا ما كان ممكن الاخذ فيه لانه ما كان في اغلبيه على اساس سياسي، ويمكن حتى هذا كان نوع من الحصافه لان خلق الاغلبيه باي ثمن بدون ايجاد الارضيه السياسيه للاغلبيه سوف يؤدي الى ما تفضل به الدكتور من ان نخشى من اغلبيه مبنية على أغلبية إقصائية, إقصائية. نعم. هذه طبيعتها لأن إذا كانت قبلية أو طائفية بالضرورة إقصائية لأنك أنت ما تقدر يعني حتى على فكرة الإقصاء في هذه الملفات داخلي يصبح أيضا يعني أنت داخل ملف نفس الطائفة بعد أن تقضي على الأخرى سوف ينفتح الباب لصراع داخل ملف القبلية انت الآن بادي قبائل شمال قبائل جنوب وهكذا وداخل القبيله إلى آخره، إذا إذا اللي اعتقده احنا تأخرنا في الأخذ بأسباب تفعيل الدستور مو أسباب تعديله تأخرنا بأسباب تفعيل الدستور على أكثر من صعيد وكل ما نتأخر سوف يصبح تصبح التكلفة أعلى عندنا مجال أن نفعل الآن, نف... الآن, ال... الآن, عندما أقول التكلفة أعلى كأنما أدعو إلى الأخذ, الأخذ بأسرع وقت نا. يعني أنت شوف بعطيك مثال صغير كل الحكومات تشتكي تقول والله إحنا متلعوزين من الاستجواب لأن الاستجوابات تعطلنا وتعطل اه لا غير تعطلنا، نعم. ترى هو هو مو مفروض تعطلنا وايد صحيح بس الفكرة ان يقف امام الاستجوابات اللي يقول فيها ابتزاز. طيب هو لماذا فيها ابتزاز؟ لانك انت تعاملت مع اسلوب ادارة الاستجواب بتشجيع الابتزاز. اذا اليوم لما تأتي وياتي رئيس مجلس وزراء يعني نفترض ياتي رئيس مجلس وزراء ويقول بطلنا ما في ما في شنو؟ ما في دهان سير، ما في خلاص ما راح نعطي احد. شو شي يصير؟ شيء طبيعي رد الفعل الانساني ان كل المتعاملين مع هذه المنظومه راح يكونون في حاله غضب وغضب مفهوم. لأنه هو متعود على هالشيء لماذا؟ لأنك أنت فترة طويلة عودتها كل ما تتأخر راح يصير قبول المجتمع بقواعد اللعبة الجديدة اللي يفترض أنها نظيفة يصبح أصعب بس هذا ما يعني أنك ما تبدي لأنك إذا لا تتأخر راح يزيد كل ما تتأخر هذه هي الفكرة كل ما تتأخر إذن للاصلاح تكلفه تاخيره يزيد التكلفه. واضح، دكتور وين خطوره عدم انتهائنا من الاصلاحات اليوم؟ انا خايف بان هذا الحوار يشبه ما قبله من حوارات اخرى. لذلك قاعد اركز على هذه النقطة، ودي نتخيل مع بعض ان خلاص هذا الحوار ينسى، وين ممكن نروح؟ يعني ممكن تراويني المش او قادر انت تتخيل معي المشهد في حال نحن ما خذينا اجراء سريع ولا انت شايف انه لا عادي والامور طيبه وسهود المهود وماكو مشكله وعادي على رواء نقعد ندرس الامور وندارسه وان شاء الله يعني ما في الا العافيه. والله شوف يعني اولا هذا سؤال سؤال مو سهل أه ومن الصعب ان الواحد يتفائل في الوضع اللي نشوفه. من الصعب ان اقول لك اي اكيد يعني احنا راح نتلاحق نفسنا ما قبل الانهيار الانهيار من الصعب اقول لك اجاوبك على حتى اكون واقعي يعني احنا المشكله ان وقتنا محدود وقتنا محدود محدود لان معتمدين على مورد ناضب مو بايدنا اسعاره والعالم يتحول الى يعني الى موارد أخرى للطاقة وبنفس الوقت وهذا يمكن أبي أطرحه هذا الموضوع موضوع النفط بس يعني للتأكيد موضوع النفط لا أشعر ويمكن يصلح لي بمضاف إذا أنا غلطان لا أشعر أنه ماخذ حيز أساسي عند النواب هذا يعني هذه حياة الكويت حياة الكويت ما أشوف طرح عن موضوع القطاع النفطي واحتياطيات النفطيه. وهذا ايضا موضوع انا قلته في في مكان اخر. هل هو دورهم ولا دور الحكومه؟ الان جايك على هذا الموضوع. يعني احنا عندنا موضوع احتياطيات الكويت. في دراسات معتمده محترمه لجهات عالميه تقول ان احتياطيات الكويت ليست الاحتياطيات المعلنة من الحكومة الكويتية في أكو صار تسريب من شركة النفط اللي نشرتها مجلة علمية اسمها بتروليوم انتليجنس ويكلي تقول إن إن احتياطي احتياطيات النفط يمكن نص المعلن والقابل للاستخراج أيضا نص ذلك والان في تقارير من مثلا يعني رايستاد انرجي اللي هي شركه استشاريه نرويجيه كبيره جدا ومحترمه جدا تؤكد هذا الكلام. هذا المفروض يعني في جرس انذار يعني ولازم النواب ياخذون هذا في محمل الجد. الحكومه من وقت بعيد من العام المرحوم عبد الله النيباري كان يطرح هذا الموضوع ويسال الحكومه عن هذا الموضوع والحكومه ما تجاوب وترفض الاجابه. ومع الاسف ما اشوف هذا مطروح في المجلس بقوه، وايضا المشاريع النفطيه تاخذ كانه احنا عندنا هذا هذه الكميه من النفط، وتصير المشاريع بناء على هذه الارقام اللي يمكن ما تكون صحيحه. هذا جانب، موضوع النفطي اساسي واتمنى من النواب. أن يلتفتون له لأن هذا حياة الكويت ومستقبلها <applause> الموضوع الآخر أيضا لأن يعني وايد من الكلام أتفق معاه من اللي قالوا الأخوان فما باكرره لا تكرروا <applause> الموضوع الآخر وهو مرتبط ايضا باللي اللي قاله اكيد سياسات الدوله تاثر على سلوك المواطن هذا بكل تاكيد والمواطن يعني يمكن يمارس بعض الاشياء لان الاداره سايبه ولا ما في انضباط ولا ما في كذا. لكن انا لان انا في الجامعه وفي مجال التعليمي والدكتور يمكن ايضا عندنا كارثه تعليميه عبد الله، كارثه تعليميه. عندنا اجيال تخرج من الثانويات ومن المدارس في نظام تعليمي خربان خربان فعلا خربان واحنا نتكلم عن وقت ما بعد النفط اللي لازم نعتمد على الاجيال الكويتيه ومهاراتها وعلمها في في انقاذ الكويت ومرتبط في هذا ومرتبط ايضا في سياسات الدوله تفشي الغش عند الكويتيين انا ما شفت ان هذا في انتفاضه في المجلس صارت على موضوع الغش اللي صار ثقافه موجوده يعني الغش في الكويت يعني فعلا خطر وانا يعني ما اقولها هكذا انا يعني مع الطلبه واسولف معاهم وعلاقتي زينه معاهم ونتكلم بهذا بشكل مفتوح في واضح. في المصار. واضح واضح بمضف بسند راجع لك بس بمضف يعني الدكتور قال اكثر من نقطه فحاب ترد على شيء ولا لا بخصوص الغطاء النفطي والمورد النفطي هو ترى من ضمن اهتمامات المجلس وفي بعض اعضاء مجلس الامه احنا في عندنا لجنه مؤقته تختص في المشاريع النفطيه فعلا. وقاعد يقومون في دورهم ومن ضمن اصل ايضا بعد اولويات النواب مساله تنويع مصادر الدخل والاهتمام بالصناعة النفطية هذا يعني هذا موجود من ضمن اهتمامات النواب في تشريعات المتفق عليها فحبيت يعني ان انا بس اكد لك على النقطه هذه ترى الامر هذا مو غايب عن مجلس الامه واضح انا يعني بس لان انت انت ذكرت اسمه اكثر من مره فانا قلت يمكن انت عندك لا أيده خل... بس <تصفيق> 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 واضح وهم هم تذكير يعني اليوم إذا هو موجود احنا نتمنى ان نصل لا. الى الى النتيجه لا لا وسأ... انا اقول لك اياها يعني صدق. مجلس الامه يشعر بالخطر على عكس مجلس الوزراء اللي ما ادري يعني شلون قاعد يفكر وشلون قاعد يدير بس البلد موظف انا انا بس التركيز على موضوع احتياطيات النفط هذا اللي كنت اقصده مو المشاريع والآخر احتياطيات النفط اللي في الكويت هذه ايضا يعني سؤال لازم يطرح لازم يكون واضح بالنسبه للناس اينا. لان واو. اذا عندك مشاريع وما تدري ايش كثر نفط عندك هذه مصيبه يعني بالضبط ابو سند فاصل ونعود لاستكمال الحديث معك خالد الفضالة شنو عندك إضافة في موضوع التأخر في الإصلاح السياسي؟ أخوي إيه عبد الله يعني ما اختلف مع ما, تفضل فيه الاستاذه من قبلي انت يمكن سالت الدكتور صالح ان اذا كان بامكانه أن يصور لك المشهد صحيح انا يمكن باخذ هالسؤال واحاول اجاوب عليه كنوع من التصوير انا اعتقد ان لو لو قبل ثلاثين سنه من اليوم لو كنا بنعالج اي قضيه من القضايا الملحه المعتادين عليها اسكان صحه تعليم بنيه تحتيه استثمارات مصادر اخرى من الدخل يمكن كان يكون عندنا في ذلك الوقت 10 15 حل مرضي ومتفق عليه من قبل الجميع ولكن قبل عشر سنوات هل 10 15 حلول صاروا يمكن خمسه لان شباك الحلول بدا يضيج اليوم للاسف اقولها عندي اعتقاد ان فرص الحلول السهله انتهت وشباك الحلول التي ترضي الجميع دون تكلفة أيضا انتهت احنا اليوم وصلنا إلى مرحلة باعتقادي أن أي حل قد يطرح من خلال قضية التوظيف أو الإسكان أو الصحة أو التعليم أو ما شابه من قضايا كل هذه الحلول راح يكون في هناك تكلفة كبيرة يدفعها المواطن وتدفعها الدولة أنا ليش أقول كلام هذا عبد الله لأن دائما في 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 محاولاتنا للتحليل نفرق ما بين نقطتين، النقطة الأولى هي التكلفة والكلفة. فلما نتكلم على مسألة التكلفة مثل تكلفة التوظيف أو تكلفة التعليم، ولكن ما هو أخطر وهذه الأمور اللي معالجاتها أيضا معقدة وصعبة اللي هي الكُلفة. فمثلا لما مثل ما قال الدكتور صالح لما نتكلم على الغش بالتعليم أو أو رداءة التعليم أو انهيار التعليم والأمر ذاته ينطبق على جميع الخدمات الأخرى من إسكان وصحة وإلى آخره. كلفة إصلاحها أحيانا لا تقدر بثمن أنا شلون يعني ما هي تكلفة تخريج مواطن صالح من نظام التعليم في الكويت هذا لا تقدر بثمن أما كلفتها يمكن تكون واضحة يعني تكلفة الطالب هالكثر دينار رابع. هذه القضايا هي للأسف اللي أحنا يعني كلما يعني أعتقد أحنا يعني فات الأوان ولكن الحين وصلنا مرحلة اللي معالجة ما يمكن معالجته أو إنقاذه وفي هذا الاطار هني لازم يكون الحوار المجتمعي ما بين الكل لان ولما اقول كل انا اتكلم عن الشعب كمواطنين اتكلم البرلمان والحكومه والاسره الحاكمه ليش اربط هال الأجزاء الأربعة, الاربعه لان جميعهم للاسف الشديد سيدفع الثمن وفاتورتها جدا عاليه وتكلفتها جدا عاليه ايضا على على على, على هذه المراكز الاربعه واقولها ايضا للاسف الشديد من باب محبه واخلاص ان اول من سيدفع هذه الفاتوره للاسف هي الاسره الحاكمه لان اذا ما قامت هي وبادرت في هذه الاصلاحات ما نخشاه وهذا هو الواقع السياسي ان الاصلاحات ستفرض من واقع الحال فتاخرك في اصلاح القضيه الاسكانيه او التعليم او النظام السياسي او التعليم او التعليمي او ايا كان سناتي الى مرحله ستفرض الحلول علينا بشكل قد لا نقبله واضح وهذه من الامور اللي احنا نخشاها يمكن احنا في هذا الجزء من حوارنا كنا قاعد نحاول نتخيل الشكل في حال احنا اخفقنا في الوصول الى الاصلاحات من باب يمكن خلينا نعتبره الترهيب ولكن اكو شيء اللي هو الجانب الاخر الجانب المشرق واللي نبي نختم فيه الحلقه اللي هو جانب الترغيب بمضف شلون راح يكون شكل الوضع في حال قدرنا نحقق الاصلاح السياسي ما نبي نحلم اوكي بس عشان بعد يعني مثل ما احنا مساعي يمكن الحوار صار يخرع لان احنا نبي نعلق الجرس ونبي نذكر مره وثنتين وثلاث اصلاح سياسي اصلاح سياسي اصلاح سياسي م. اليوم في خطوات ممكن نسويها انت تفضلت في الجزء الاول من الحلقه لما او الحلقه الاولى لما كنا قاعد نتكلم عن أن عندك واحد اثنين ثلاث نقاط هل في حال صارت النقاط شايف الوضع يعني هل احنا ايام اللي واقفين في ساحه الاراده نفس ما تفضلت مساء كنا نعتقد بان الدوائر الخمس بتعدل الامور، كنا نعتقد انه قلل عدد الدوائر، بيقل المال السياسي، بيقل الفساد، النائب بيتحول من القضايا آه الخاصه بفئته وبمجموعته واللي صوتوا له الى قضايا تهم الامه، اليوم عقب سنوات اقول لك تقديرنا ما كان <applause> يعني يعني قاعد نشوف ان اللي كنا نحلم فيه ما صار، فهل اذا تسهلت الامور وتحققت الاصلاحات اللي انت بديت فيها اللي قاعد تقول والله الجماعات السياسيه والنظام الانتخابي راح يكون وضعنا اجمل وافضل واحسن بكل تاكيد ويعني راح اكد لك ان المشاهد اللي شفناها من قبل 15 سنه ما راح نشوفها مره اخرى الا وهي اي مشاهد الازمات السياسيه اللي ما بين السلطتين نعم يعني راح يكون في استقرار حقيقي ما بين السلطتين نعم. لانه راح يكونون منسجمتين مع بعض في نقطة أنت ذكرتها في الدوائر الخمس تفضل نبيها خمس و وشفت على أرض الواقع تأملت أنه إن يكون شيء بس على أرض الواقع كان شيء ثاني، لا لا كان في إيجابيات ترى يعني قانون الدوائر يعني النظام الإنتخابي الخمسة بأربعة كان له إيجابيات وأيضا له سلبيات، كل شيء له إيجابيات وسلبيات، كان من إيجابياته أنه رفع سقف النجاح ومع إرتفاع سقف النجاح راح يصعب الوصول حق نواب المال السياسي في هذا النظام، نواب الخدمات يصعب وصولهم في هذا النظام وشفناها على ارض الواقع هذا كان املنا للامانه نعم لكن صار في سلبيات اخرى ارتفع سقف المطالبات انت مثل ما أكد يعني اكد على النقطه اللي انت اشرت لها، ارتفع سقف المطالبات ترى مع الـ الـ الخمسه باربعه وصاروا المرشحين والناس يتكلمون في الشان السياسي في النظام السياسي وتطوير النظام السياسي فهذا يعني كان احدى الايجابيات. من السلبيات صار في سلبيات. صار في سلبيات انه تعزز تمثيل المكونات الاجتماعيه بشكل اكبر. وصارت المكونات الاجتماعيه ذات الاعداد الكبيره هي اللي تسيطر في الدوائر اللي يكونون متركزين فيها. نعم في الدائرتين الرابعه والخامسه. فصار في المكونات الاجتماعيه في ذاك في ذاك الوقت ذات العدد الكبير هم اللي يسيطرون على اكبر المقاعد هذا من السلبيات نعم لكن لمعالجه هذه السلبيات شنو الخطوات آه آه انه يتم نقاش هذه السلبيات داخل قاعه عبد الله السالم نعم آه وليس باستخدام مرسوم الاراده الفرديه ان انا اغير النظام الانتخابي وأخليه من اربع اصوات الى صوت واحد ما كان يعني حل المشكله بهذا واضح احنا احنا في ختام هذا الجزء او هذه الحلقه اللي هي حلقه الاصلاح السياسي من وين نبدي؟ بالنظام الانتخابي بالنظام الانتخابي نعم وتعتقد ان البدايه الحقيقيه تعديل النظام الانتخابي اكيد اكيد وقابل للتطبيق على ارض الواقع نعم في ظل المكونات في ظل الظروف كلها اللي ناقشناها على مدار الجزئين قابل للتطبيق الانسان يتاثر بالبيئه المحيطه نعم والمواطن يتاثر بالبيئه الانتخابيه متى ما كانت البيئه الانتخابيه جيده مخرجاته جيده متى ما كانت البيئه الانتخابيه سيئه المخرجات تكون سيئه فمتى ما صلح النظام الانتخابي راح تصلح المخرجات وانا أك... يعني ايد هذا الراي إن احنا ما عندنا حل الا ان احنا نبدي باصلاح النظام الانتخابي واضح الخبير الدستوري شنو رايه من وين تبدي توصياتك الان طبعا التوصيات إذا كانت على مستوى القانون فيمكن الدخول في النظام الانتخابي يبتدي من بيئة العمل السياسي اللي هو التنظيم السياسي سواء جمعيات, جمعيات سياسية, سياسية. أو نعم أعتقد في أمور موازية واحد من الأمور التي أرى أنها مهم جدا أن نبدأ فيها بأسرع وقت واصلاح النظام التعليمي الانتقال من التلقين الى نظام تعليمي قائم على طالب مؤهل للوصول للمعرفه وهذا الشيء راح ياثر على اصلاحنا السياسي أوه طبعا 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 لان الان جزء من الاشكال في الاصلاح السياسي غياب العقل النقدي لا. انت الان لمن ياتيك هذا ويعدك بمكاسب زين اذا عندك عقل نقدي تقول ولماذا يعدني بمكاسب ماذا هو سوف ياخذ ماذا من الذي سوف ادفعه واضح غياب العقل النقدي هو مرتبط بالتعليم التلقيني هو مرتبط بغياب ايضا اسلوب تنميه القدره على التعلم اعتقد هذه النقطة يمكن البدء فيها اهم من كل النقاط الاخرى، مع اهمية النقاط الاخرى. واضح. دكتور من وين نبدي؟ تنازل. تنازل. تنازل افراد الاسرة وتنازل الناس ايضا، لازم يصير في اتفاق عام بين الجميع ان هذا الوضع راح يودينا في داهية يعني. وكل الكلام هذا اللي قاعد يدور ما ممكن يتحقق الا في حال ان الاسره تنازلت واعادت صياغه وضعها. عم تتنازل الاسره؟ تتنازل عن وضعها في في السلطه التنفيذيه. يعني هذا كذا وايضا و تلعب دور ايجابي في في العمليه من ناحيه ان هي تكون ال صمام صمام الامان للكويت يعني ودور راس الدوله ايضا يكون هو صمام وايضا المحاكم مثل ما تفضلوا الاخوان، التنازل ليس فقط من الاسره، حتى التنازل من الناس، التنازل عن بعض المزايا، بعض الامور اللي ممكن ممكن في نقاش حيوي جاد نجد انها ليست من مصلحه الكويت وعشان نقدر ان احنا نتخطى بعض الاوضاع الاقتصاديه الخطره لازم شويه يعني نهدى ونتحاور شنو الاشياء اللي هي فعلا حقوق تؤخذ بكل تاكيد والاشياء اللي ممكن تؤثر علينا بشكل سلبي في المستقبل يعاد النظر فيها هذا ضروري من الجميع من الجميع وغير هذا كل حتى القوانين حتى كذا ما ممكن حتى الاصلاح الاقتصادي لا يمكن أن يكون هذا اولويه بالنسبه للاسره في وضع هم اهمهم الاساسي ان انا شلون اتقضب في مفاصل السلطه التنفيذيه ولازم اضبط نفسي ولازم اختار وزير على اساس محاصصه هذا ما يصلح التعليم لا يمكن أن يصلح التعليم لازم اعاده النظر وهذا يتطلب تنازل من الجميع هل هذا سيتحقق لا ادري ما ادري يمكن ما يتحقق يمكن ما يتنازلون يمكن الناس ما يتنازلون عن بعض مصالحهم ما ادري واحد. لكن هذا ضروري وان شاء الله الناس يعني والاسره والكويتيين احنا كلنا نوعى لهذه لان فعلا الوضع خطر الكويت في خطر واذا استمرينا مثل ما قيل في هذا النهج وفي هذا النظام المستقبل يعني مع الاسف يعني لن يكون في صالحنا يعني واضح خالد الخطوة الأولى في خارطة الطريق أقولها بكل صراحة أن ما يحتاجه المجتمع والدولة والشعب والأسرة هي بشكل مباشر وصريح نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي وسياسي جديد لا يمكن العمل من خلال هذا النظام و و و تكون هناك امنيات بايجاد نتائج مختلفه عن ما آآ آآ مررنا به في في السنوات الستين الماضيه. واقول هذا الكلام وقد يبدو جريء ولكن اعتقد انه هو هو الحل الحقيقي للخلاص من الوضع اللي احنا فيه. طبعا لما اقول هالكلام لا يعني القفز الى المجهول. طبعا هناك العديد من الخطوات اللي اللي اللي, اللي لازم نقوم فيها. كمجتمع كأسرة، كحكومة، كمجلس، كأكاديميين، كسياسيين، كنشطاء ان نخلق حوار وطني صريح وجاد تكون هي باكورة وانطلاقة هذا النوع من المفاهيم. باعتقادي اذا استمرينا وفق النهج السابق ومهما حاولنا ان نضفي عليه بعض التعديلات فان المحصلة النهائية لن تاتي بثمارها لان المشكله الاساسيه هي في الهيكليه الاساسيه للدستور. واضح. النائب مهلهل المضف شكرا جزيلا لك. الدكتور محمد الفيلي شكرا جزيلا لك، الدكتور صالح النفيسي شكرا جزيلا، والناشط السياسي خالد الفضاله شكرا لكم جميعا وقواكم الله على هذا النقاش، نامل ان يجد هذا النقاش اذانا صاغيه. انتهينا من النقاش في الاصلاح السياسي ونامل أن ينتهي أيضا تنفيذ بعض الإصلاحات، بعض الأفكار اللي طرحت اليوم ونراها على أرض الواقع. أشوفكم على خير إن شاء الله في الحلقة القادمة وهي حلقة نقاشية وملف آخر من خارج الأدراج، إلى اللقاء.